السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أعزائي. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد ديال عينة سردون، تتمة ديال الفيديوهات اللي شفتو. نتمنى أنهم يعجبوكم وتكتشفوا معنا عينة سردون. باقي إن شاء الله غادي نهبطوا واحد الهبطة في العينة سردون لتحت، اللي فيها الطياب والماكلة، الخيرات موجودة، كل شيء كاين اللي بغيتو كاين. غنصور لكم وتشوفوا معنا بزاف ديال الحويجات غادي يعجبوكم. وما صورتش لكم النقاشات، سمحوا لي على التصوير شوية، ما تنبغيش نعيق، ان ما نبغيش نبقى نصور بواحد الطريقة اللي نبقى هكا شادة التليفون مزيان. المهم مرحبا بكم معنا. انتم كيف ما شفتوا الطلعة، راه طلعه مريحه، ما صعيبهش بزاف وقريبه. اول مره انا نطلع هاد الطلعه، كنت ندوز بالطوموبيل من الجهه الفوقانيه، دابا هاد الطلعه طلعت على رجلي هاد المره. الجو ممتع وطلعنا هاد الطلعه وشفنا واحد المنظر اللي زوين بزاف. انتم كيف ما شفتوا تيبان لكم كل شيء لتحت. نتمنى ان شاء الله انكم تمتعوا معنا وعجبكم الفيديو، وتشجعوني وديروا لي جيم وتعليق، وتشجعوني اختكم صالحه للخياطه والابداع. وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى انكم تشرفوني ونشرفكم وتشجعوني. ومرحبا بكم مره اخرى في مدينه بني ملال في عين سردور، ونتمنى غادي ندير لكم بزاف ديال الفيديوهات في النواحي ديال بني ملال كلهم ان شاء الله.